النهارده الحلقه دي حلقه نظريه من حيث ايه؟ اعرف ايه هي اشهر انواع مقاتلين السانده. طبعا قتال السانده دوت خاص بالبطولات والقاعات والانديه والكلام ده كله. فطبعا اشهر انواع مقاتلين السانده في انواع، اعرف نوعك منهم ايه هو. طبعا في نوع من مقاتلين السانده. دلوقتي اول نوع في مقاتلين السانده هو النوع الهجومي. اللاعب الهجومي دوت طبعا بيبقى عيبه ايه؟ اول القتال ما بيبتديش يختبر ايه هي مهارات خصمه، ولا يعرف ايه نقاط ضعفه، ولا يلعب على النقطه دي. بيبتدي بهجوم، بيحب يهاجم الاول كمبادره بالهجوم، وده شيء كويس ان هو يهاجم، بس مش كويس في ايه؟ ان هو ما يهاجمش هجوم عشوائي ما يعرفش بعد كده هيعمل ايه. لازم اول حاجه يهاجم هجوم ويعمل حسابه في ديفنس ان رده فعل خصمه. يعني خصمه طبعا هيحاول يرد رده فعل معينه، فلازم يعمل حسابه في هجوم ودفاع في نفس الوقت. يعني دلوقتي لو هو داخل يختبر خصمه، داخل عليه مثلا ركله وش قدم من الجنب كده، فهو طبعا خصمه لو جت فيه تمام، لو صدها خصمه هيرد عليه، فلازم يعمل حسابه مثلا ايه ممكن توقعات حركه خصمه اللي بعد كده. لازم يحضر لنفسه دفاع وهجوم. طبعا هو كويس ان هو يبدا بالهجوم، ما يبقاش مثلا مستني خصمه كده، لكن هو لازم يبقى عامل حسابه في ايه رده فعل خصمه، ولازم يكون مجهز هجوم. فطبعا نقطه الضعف عنده ان هو يهاجم ويسيب نفسه هدف مفتوح لخصمه، بحيث ان ما يقدرش خصمه يهاجمه. لازم يسدد النقطه دي، لازم يشتغل على النقطه دي ان هو يهاجم ويعمل حسابه في رده فعل خصمه. فدي كده هتقوي عنده نقطه الضعف اللي موجوده عنده في قتال السانده، لان دي نقطه ممكن تخسره اللقاءات او الفايتات. نقطه فادحه جدا ان هو يخش يهاجم ويسيب نفسه معرض بدون ديفنس معين. فده اول نوع اللاعب الهجومي. في النوع اللي بعد كده لاعب الدفاع. لاعب الدفاع دوت بيفضل مستني الخصم لما يديله الهجوم عشان يصده، كانه نازل يقول لكم بصوا انا بصد اكتر كميه من اللكمات والركلات، ومش هيكسب القتال بالدفاع بس، لازم يدافع ويهاجم. ما ينفعش يفضل يدافع ويستنى لما خصمه يضرب عشان يصد منه، لا، فين مبادرتك انت بالهجوم؟ فين هجمتك انت؟ يمكن هو الديفنس عنده مش قوي، لو انت هجمت ممكن تكسبه وتديله ضربه قاضيه، ممكن ما يعرفش يصد منك، ركلتك اقوى. يعني انت لازم يكون عندك برضو ان انت مش تدافع بس، لازم تهاجم كمان، يبقى عندك الدفاع والهجوم. يعني انت ما تستناش منه مثلا يضربك عشان تصد وبس، لا، تفضل تصد مره، لا، لو صديت منه هاجمه، رد عليه بهجوم، كمل عليه، ما تهاجمش هجمه واحده، هاجم بركلات معينه، هاجم بلكمات، جمع تقنيه، اتمرن على حركات كتير. تمام. بعد كده قلنا اللاعب الهجومي واللاعب الدفاعي. بعد كده اللاعب الصياد. اللاعب الصياد طبعا بيستنى خصمه لما يديله فرصه ويبدا يضرب. طبعا ده بيفضل يلف حوالين الخصم كده، بيفضل يصطاده ويسيب الصياد. واللاعب الصياد دوت بيستنى خصم لما يديله الفرصه ويضرب ضربه ويرجع تاني، يصطاده في ضربه معينه ويفضل يفوت منه ضربه ويرجع، ضربه ويرجع. طبعا هو كويس ان هو اخد امانه، بس ده اخد امان بزياده، يعني مسافه حتى ما تكفلوش ان هو يوصل ضربات كامله، ممكن تكفله ان هو يلمس طرف اطراف الخصم، يعني يلمس الخصم من اطرافه. يعني مثلا ايه؟ وهو بيضرب بوش رجله كده دوبك تلمس ظهر صاحبه، كتف صاحبه، يعني اللي بيلعب قصاده، يعني يا دوبك صياد كده ضربات خفيفه، فمش هتاثر في خصمه، وهتلاقي القتال طول قوي والاثنين هيرهقوا بعض، وتقريبا يعني ممكن التاني عشان واقف وبيعمل مجهود اقل ده هيتعب نفسه من كتر الدوران اللي عمال يعمله حوالين الخصم، والتحريك ويمين وشمال ورايح وجاي. طبعا ده المفروض يتمرن على تمارين جري كتير جدا عشان يبقى عنده نفس كويس في المباراه. تاني حاجه يحاول ما يصطادش وبس، وما يصطادش ويضرب ضربه واحده ويجري، لا، لازم يحاول يتلاحم مع الخصم، يقرب شويه مع الخصم ويصطاد ويضرب بتقنيه كامله، ما يضربش ضربه ويجري. حتى لو عايز يصطاده في ضربه يكمل التقنيه، عشان لو واحده فلتت التانيه جت، التالته جت، فلازم يلعب على تقنيات كامله، ما يصطادش ويفضل يبعد مسافه كبيره مسافه كبيره وخصمه يفضل يقرب عليه وهو يرجع، خصمه يقرب عليه وهو يرجع. طبعا انت كده هتفضل تلف في المباراه كلها، انت كده هترهق نفسك على الفاضي، خصمك هيفضل واقف كده ما بيعملش حاجه، هتسيبك انت ترهق نفسك، واول ما يلاحظ عليك الارهاق هيخش عليك بهجوم مفاجئ. فطبعا ده خطا من القتال اللي بيلعب بتقنيه الصياد، اللي هو يفضل يصطاد خصمه في ركله ويهرب، ركله ويهرب، لكمه ويهرب برضه. لا، لازم تتعود تقاتل وتدافع وتلتحم شويه، يعني تكون مقرب عشان يكون عندك تقنيات كامله، وما تكونش بترهق نفسك على الفاضي وتعمل اقل مجهود.
تمام كده قلنا نوع المهاجم والمدافع والسيار. لاعب طرحات السندة طبعا يعني بيستنى خصمه، لا ما بتحسوش ان هو بيطلع لا ركلات ولا بنشاط، وبيستنى خصمه مثلا يسلمه مثلا رجله او يمسك دراعه عشان يطرحه طرحه عرضيه، بيتلاحم قوي، بيحبش يلعب ركلات ولا لكمات، ويخش يطرح طرحات مسارعه طرحات ارضيه يوقع خصمه كده. كويس ان انت تتمرن على طرحات ارضيه اه، لكن لازم تهاجم وتدافع وتتصرف بلكمات وركلات في القتال، لان القتال مش هيقف على المصارعة بس او الطرحات، لازم ان انت ولكمات باليد. عشان كده لازم تتصرف مع خصمك بكل التقنيات المتاحة ليك، ما تتلعبش على المصارعة بس، لان لعب المصارعة او لعب اللكمات لوحدها او الركلات بيتعرف ايه هي التقنية اللي معلق عليها، وبتعرف ايه نقاط الضعف اللي عنده، وبتقدر يتصرف معاك الخصم بسهولة. فلازم تعرفه ان انت معاك اكتر من تقنية تشتته، مرة لكمات مرة ركلات مرة طرحات، عرفه ان انت كل التقنيات موجودة معاك وتقدر تستعملها في اي وقت، عشان ما يقدرش يعرف الطريقة اللي انت بتمرن بيها. في حاجة اسمها التشتيت القتالي او تشتيت الانتباه في القتال، فدي طبعا انا بنتكلم عليها في حلقة لوحدها. لازم تشتت انتباه خصمك، لان لو شتت انتباهه هتحس ان هو نسى التقنيات اللي اتعلمها، هتحس ان هو لو انت بتهاجمه اخد الديفنس ده 100 مرة بس فجأة بتلاقيه ما طلعش منك. طبعا في ناس كتير بتلاحظ منكم كده، لو لعب فايت ضد حد اتمرن على الحركة والديفنس بتاعها، فجأة لما خصمه جه يلعب هيرو فجأة نساها مش عارف ازاي. فطبعا دي هعرفكم السر بتاعها ايه، ازاي تشتت انتباه خصمك. فانت بيتشتت انتباهك من قبل خصمك، سواء هو عارف كده او هو جات معاه كده. فطبعا انت بيحصل معاك الكلام ده ازاي هتعرفه في حلقه لوحدها ان شاء الله. فطبعا لاعب طرحات المصارعه بيستنى خصمه عشان يطرحه ارض، ويفضل هما الاثنين ماسكين في بعض، وده يجيبه كده وده يجيبه كده، وطرحاته يوقعه مره ده يقع فوقيه، هيفضل يضيع وقت المباراه على الفاضي. لازم يبقى في المباراه متكامله، ضربات وركلات وطرحات، لازم تكون المباراه متكامله تمام. فاللي بيلعب مصارعه بس لازم يتمرن على ركلات واللكمات عشان يبقى جمع اكبر كم من التقنيات تمام. اللي بعد كده احنا قلنا اللاعب الهجوم، اللاعب الدفاع والصياد، واللاعب المصارعه. اللاعب اللي بعد كده هو لاعب الكونتر اتاك، اللي هو بيهاجم بهجوم وتحسب دفاع في نفس الوقت. اللاعب ده كده كويس في حالتين، الحاله الاولى ان هو وهو خصمه مثلا بيهاجمه بركله مثلا، وهو صدها بركله تانيه كده، هو صد وفي نفس الوقت ضرب، فبتاثر في الخصم، مش صدها كده مثلا ونزلها سابها ومش عارف ايه، لا بيبقى صد بهجوم ودفاع في نفس الوقت. الحاجه التانيه ان بتسنح له الفرصه ان هو مثلا يستخدم تقنيه تانيه في نفس الوقت، يعني هو لو صد الركله اللي جايه برجله ايديه الاثنين هيدوا له فرصه انه يعمل تقنيه تانيه معاهم في نفس الوقت، فهيبقى داخل الخصم من اكتر من اتجاه، من فوق ومن الاسفل، فطبعا الخصم هيتشتت في الجزئيه دي. لكن عيبه ايه؟ ان هو مثلا هيستنى الخصم لما يديله الهجوم عشان يطلع المضاد بتاعه، كانه مثلا بيقول للخصم ايه؟ وريني التقنيات اللي عندك وانا هصدها لك بهجوم تاني غيرها، او هقول لك ايه اللي بيصدها، او هضربك بضربه تانيه عكس دي. لا انت مش هتستنى الخصم لما يديك الهجوم وانت هتديله دفاع مضاد او هجوم مضاد، لا انت لازم بنفسك انت بقى اللي تطلع اللي جواك، انت تطلع مهاراتك، مش هتستناه هو يرسل لك وانت هتستقبل، لا لازم انت تخش تتلاحم مع الخصم، تهاجمه طرحات مسارعه لكمات ركلات، وبرضه يبقى عندك الميزه اللي قلنا عليها من شويه ديت، اللي هي تبقى بتهاجم وبتدافع زي الكونتر اتاك اللي هو بيلعب بيها، اللي هو يهاجم بدفاع ويدافع بهجوم، يبقى الحاجتين في نفس الوقت. ممكن يصد ركله جايه بركله تانيه، يبقى هو حسبت له هجوم وفي نفس الوقت هو صدها دافع. وطبعا في حلقات ان شاء الله هنتمرن على ايه هو كونتر اتاك، وازاي تسد الركله بركله، وازاي تسد مثلا هجوم بهجوم، يعني حاجات كتيره هنتكلم عليها ان شاء الله. كده احنا قلنا اول خمس انواع. النوع السادس بقى هو النوع اهم نوع فيهم تقريبا، هو النوع الهجوم والدفاع في نفس الوقت، شبه تقنيات الوينج تشون كده. فطبعا النوع دوت كويس جدا، ده بقى المفروض اي لاعب سنده يعني يبقى عنده مميزات النوع دوت، لان النوع دوت بيهاجم ويدافع، مش بهجوم مثلا مضاد وبس، لا بيخش يهاجم وبيدافع، بيلعب طرحات ارضيه ومثلا، وبيلعب برده الكونتر اتاك اللي قلنا عليه، وبيخش يهاجم ويدافع ولكمات وركلات، وبيسيب مسافه امان، يعني بيجمع كل مميزات الخمسه اللي فاتوا وبيتحطوا في النوع دوت، شبه قتال وينج تشون يعني. نوع الشهير شبه نوع الوينج تشون بالظبط. في فنون كتير طبعا بتجمع بين الدفاع والهجوم في نفس الوقت، لكن هو شبيه اكتر بالوينج تشون. فطبعا انت طبعا هتشوف ايه النوع اللي
اللي انت بتمارسه من الست انواع دول واللي ناقصك تكمله عشان تبقى مقاتل ساندا، تمام؟ فلو هدفك انك تقاتل في الساندا بطولات، فايتات، لقاءات، فلازم تركز على الست انواع دول وتشوف انت انهي نوع منهم وتكمل الجزء اللي ناقصك، تمام؟ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع حلقات تانيه.